القادة هي من بوعام من بركان. بركان العين الرقادة وهي عين كانت كيشربوا منها الناس وكانت كتيبس وكيقولوا الرقادة عين الرقادة يعني كترقد وكتحيا. هذه هي الرقادة كيقولوا الرقادة الحقيقية. وكانت تغنى بواحد الماتير كيقول تيموا الرقادة تشوفوا الحمامة اللي تسوقوا بركان. ملي كانوا يغنيوا هذه الكلمات دخلوا عليها تحسينات بالقصبة والغايطة ولات كيلعبوا بها يعني تأسست فروق ولات داروا لها تحسينات كما كتشوف داروا الحمايل داروا القنادر داروا يعني بشكل آخر. هذه هي الرقادة الحقيقية ديالنا حنا وهي جزء من التراث ديال التراث المغربي الحبيب. الزين تاعنا الزين التقليدي ديال المنطقه الشرقيه التراث ديال المنطقه الشرقيه من تاوريت وكيما مشات هاد الرقصات جميع الرقصات الا وعندها الزي ديالها. بالنسبه للبس نتاع التراث ديالنا المحلي نتاع اقليم الشرق الرقاده المنقوشي العلاوي النهاري المثلث كل رقصه الا وعندها اللبس ديالها. هل هاد الرقصة اللي فوتنا دابا نتاع النهاري سميتها النهاري رقصة النهاري كتمشي بالقصب والبندير اللبسة ديالها قندورة عريضة حمالة سلهام خيدوس كما يقولوا سلهام والرزة هذا دائما رزة معروف بها.